شوفوا معناتها هذا هي حاجة من الحاجات اللي أني خرجت بها بوزيتيف، اللي هي الحالة متاعي هذه الإعاقة متاعي. يعني ما كانت ليش حاجز اللي مش نوقف وكل شيء، خاطر بطبيعتي ملي أنا صغير ما نحبش نستسلم ننتصر في الدنيا هذه. دونك جاتني الأغرام كما تشوفوا، معناتها حاجة متاع الورد نحبها برشا، مزيانه فينيسيون، حاجات ملتي كولور، حاجات تنجم تركب الالوان على بعضها. دونك فوالا معناتها الفكره قلنا بدات من حنا باع، كنت في برنامج واقعي. الفكره كانت من برنامج حنا باع، الجست هو الفكره قبل قناه حنا باع. الفكره اللي انا موجوده معناتها من الاول، اللي هي معناتها يلزمني نكون حانوت بروجي نتاع ورد، ومعناتها مش نوقف عليه ومش نخدم فيه. دونك كيف قعدت نلوج اني كما نقولوا على كيفاش مش نجم نوصل يا مش تاخذ كما نقولوا قرض، شكون مش يضمن فيك في بلادك منك. دونك وصلت وكافحت، كيف لقيت البرنامج اللي خلق ما يضيع، كيف يبدا انسان من ذوي الاحتياجات الخاصه وتكون عنده خدمه ولا موهبه يتكفلوا بالعلاج نتاعه ويحسنوا له ظروف المعيشه، اللي هما صوص كانوا صعب برشا، اللي هو البروتيز نتاعي ماهوش ساهل. شكون مش 17 مليون 17 مليون و 400 دونك ماهوش كما نقولوا باش مش تبدا، يا مش تبدا بالبروتيز بالعلاج نتاعك، في نفس الوقت زاد عندك البروجي حطوا اني في بالي اللي اني يلزم نخدم عليه وكل شيء. بطبيعتي اني ولد الزون، وبطبيعتي معناتها البلاصه هذيك تبعتنا ومعناتها وقريبت لي وكل شيء، ونحب على حلم غادي بحكم معناتها قدام مركز صحي. دونك علاش لا نكون معناتها عندي بروجي نتاع ورد وكل شيء نخدم عليه. تري بيان. دونك حطيتها في بالي، ما سلمتش. الناس قالت لي ديفيسيل على الاخر، كنت نجم معناتها تاخذ بلاصه غادي. قلت لهم لا، اني واش نكون راجل وربي يعطي على كل واحد على قد قلبه. وقفت. اي. وقفت وركحت اموري وكل شيء بشويه. لقيت اني برنامج اللي خلق ما يضيع، بعثت لهم دي اس ام اس، زدت معناتها ما قعدتش نستنى في دي اس ام اس، قعدت معناتها نكافح وكل شيء، قعدت نكلم فيهم فوالا معناتها قبلوني في اللي كاستينغ. كملت معاهم، جاوا شافوا لقاو البروجي نتاعي حاجه اوريجينال، حاجه مزيانه، ما عادش كلا بلغه تعطيني كشك واعطيني. انت مشيت للورد. علاش؟ انا مشيت للورد، انا هذاك البرانسيب نتاعي معناتها اللي يلزم يكون عندي ورد، بروجي نتاع ورد نكون واقف عليه. بروجي حلمه هذا. هذايا حلم، هذايا حلمه والحلمه قاعده تتحقق بشوي بشوي. حتى من قبل ما نحل البروجي بطبيعتي اني كل يوم نبيع في الورد، كل يوم اني بسوق الموتور. لا. الموتور عندي شكون يسوق بيه، هو ريجيسور اللي هما يخدموا معاك توا في المشروع. لا هو دايما انت كما نقولوا كل 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 انسان حاطه في سبيسياليتي معايا، وانا ذاك اللي حبيت نوصله، اللي انت عامل بيزنس بلان، اللي انت مانجر، اللي انت قاعد كل مرحله تحت. كل مرحله نظم، كل مرحله منظم لها معناتها، فما شكون معناتها واقف لي اللي يمشي يقضي لي، فما شكون اللي يمشي اللي يخدم لي توا، انا توا ديجا حنوتي محلول وحاله وحاط فيه شكون. دونك معناتها مش الامور واضحه. لا الامور واضحه، وبطبيعتي معناتها فما شكون زاد مش يجي يروح بيا، فما شكون جابني، فما شكون اللي ركح معايا البارح في الليل، ماهوش كما نقولوا اللي يخدم لي البارح في الليل، اللي يخدم لي نهار كامل في الحانوت. دونك كل انسان، كل ناس حاط لهم لي ديتاي نتاعهم. هذه حاجه من الحاجات اللي كان الورده هذه اللي هي باللوبيا. ايوه هذه حاجه اوريجينال. انا واحد من الناس كان نقول لك اوريجينال اوريجينال. هذه راهو نتاع انسان ما تخطر على بال حد. لوبيا يا ابو قلب. لوبيا راهو. ما احلانا كي نوفيو بالضحكه، ميساج للشعب التونسي، للشباب التونسي. برشا ميساجات. اغزل الكاميرا وقول لهم ميساج، انت قصه نجاح. برشا ميساجات، اول حاجه تبداها بالميساج هذا اللي عمرك ما تستسلم، ويلزمك كل يوم عندك مخ باش تنجم تعيش بيه. لازم كل يوم عندك حاجات باش تنجم تقدم فيها. دونك هذه خدمناها ناس طالبه الفيلم في الشتي جامي كان تلقاه، اما كيف نجيبوا لهم بلون عباره في وقت اللي هو باللوبيا، ما نجم نقول كان انا الكينغ كينغز بلاو. يعطيك الصحه، برافو، ميرسي.